قطر موقفنا ثابت في إدانة استهداف المدنيين. أمير قطر يبحث الأوضاع في غزة مع قادة البرازيل وهولندا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. أمير قطر موقفنا ثابت في إدانة استهداف المدنيين. قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إنه من غير الممكن استمرار تجاهل وقائع الاحتلال الإسرائيلي والحصار والاستيطان، وأضاف لا نقبل الكيل بمكيالين والتصرف كأن حياة الأطفال لا تحسب، وما يجري خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية. لا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد الشعب بأسره. أمير قطر يبحث الأوضاع في غزة مع قادة البرازيل وهولندا. غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مدينة القاهرة اليوم السبت بعد مشاركته في قمة القاهرة للسلام، وذلك حسب ما أفاد الديوان الأميري القطري. وذكر بيان نشره الديوان ظهر اليوم أن الأمير كان برفقته وفد رسمي. وتشهد قمة القاهرة للسلام التي تعقد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة حضورا واسعا وعربيا وإقليميا، ويشارك بها نحو 31 رئيس دولة أو رئيس حكومة ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية. مغادرة أمير قطر قمة القاهرة ومتحدث الرئاسة المصرية يعلق. أثارت مغادرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد قمة القاهرة للسلام